فارق كبير في حدود العشرين نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني شالكي. بعد 26 مباراة حقق 21 فوز 3 تعادلات وهزيمتين بأفضل خط هجوم 65 من ألابا. ألابا تسديد وسنجين مسالت المتابعة وكرة بعيدة، كرة بعيدة من توماس مولر بعيدة فوق مرمى تولجا سنجين. 5 متر 50 كرة لمصلحة، حول كرة أرتورو فيدال لتوماس مولر، عرضية توماس مولر جول. تياغو الكانتارا أسبق من جنون، عرضية ممتازة وقادم من الخلف تياغو الكانتارا دون رقابة باستلام في مرمى تولجا سنجين. عرضية توماس مولر والكانتارا أسبق من جنون، متأخر في التغطية ظهير بشكتاش. 1-0 للبايرن، 1-0 للبايرن، مطلع دقيقة 18 من هذا الشوط الأول. أو لانس، لانس التسديد سهلة سهلة، كرة في دين سفين أوليريتش ما كانتش بالقوة كافية، ممكن كذلك تقلص عدلان لم يعد قادر على مواصلة المباراة. ليفاندوفسكي التسديد، وكاري ميدل يرجع في الاعتراض يحول وجه الكرة إلى ضربة ركنية. أرتورو فيدال بينية كانت بين 29 متر، ريكاردو كواريسما فوق المرمى، فوق المرمى كرة ريكاردو كواريسما خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة هذا الشوط الثاني. نتابع هذه الكرة، رافينيا جول، هدف بنيران صديقة، ارتباك رافينيا في العرضية وهدف الثاني، الهدف الثاني جنون، يضع الكرة في مرمى أرسو تولجا سنجين. هدف آخر للبايرن، فرانك ريبيري لرافينيا، العرضية وارتباك سوء تفاهم بين تولجا سنجين وجوان جونول. يمكن حكم المباراة مايكل أوليفر، أو قد يريد ممكن المشاركة في المباراة، ينزل إلى أرضية الملعب، ممكن بعد ما تعودنا في بعض الأحيان أن نشاهد ممكن واحد من الجماهير أو بعض الجماهير اللي تسعى. خطأ في عملية خروج بكرة فاغنر لوف، وهدف تسجيل الفارق أخيرا، أخيرا بشكتاش يوصل لمرمى سفين أوليريتش. خطأ في عملية الرنونس وإخراج الكرة من مناطق البايرن، يتمكن فاغنر لوف من تسجيل الفارق. خيبة الخسارة بمثل هذه النتيجة، دافيد ألابا يرتكب الخطأ. جنون في ألمانيا كذلك، العب لفريق أوفنهايم، هذه كرة وتسديدة بعيدة من خامس رودريغيز، 55 لبيشكتاش، متوسط ميدان يدفع به المدرب جونيه. عندما تكون أندية جالاتاسراي بيشكتاش، هذه كرة والهدف الثالث، الهدف الثالث ساندرو فاغنر، توغل كان خامس رودريغيز، دافيد ألابا وساندرو فاغنر في القائمة الثانية دون رقابة، يضيف الهدف الثالث في مرمى تولجا سنجين. جماهير البايرن، جماهير البايرن في البيشكتاش بارك. Thank you.